تألق في السماء فأنت ناجم، تألق واطلب المجد العليا، تألق أنت في العلياء نسر، تعيش مصافحا كف الثريا. أولا نشكر قناة زاد على استضافتي في هذا البرنامج، ونتمنى أن نفيد ونستفيد إن شاء الله تعالى. أنا اسمي دكتور أمين عبد الله صفطة، أنا استشاري أطفال وأمراض وراثية، تخرجت من جامعة الملك عبد العزيز في عام 1984، وتخصصت في الأطفال في عام 1994 في كندا وأمريكا، أخذت شهادة البورد الأمريكي، وأخذت الزمالة الكندية في عام 1995 أيضا، ثم تخصصت في مجال الوراثة الطبية اللي هي الجينات في عام 1996 برضو من كندا، ثم عدت إلى البلاد الحبيبة في عام 96، وباشرت عملي في وزارة الدفاع والطيران في مستشفى العسكري بالرياض، خدمت في المستشفى العسكري لمدة 23 سنة، ثم انتقلت بعدها إلى مدينة الملك فهد الطبية لمدة 8 سنوات، ثم الحمد لله تقاعدت بعد العسكري، تقاعدت ولدي مشروعي الخاص في جدة الحمد لله. سبحان الله العظيم، يعني مهما قلت لك لن تصدق ما حدث لي، لكن هي قد تكون عبرة واستفادة للناس كثيرة. يوم تخرجت من الثانوية كنت أتمنى أن أكون طيار حربي بعيد عن مجال الطب، ثم بعد ذلك أشياء الله أني ما أستطيع عشان البصر، ثم أردت أن أدخل كلية الهندسة إلا إن شاء الله أن أدخل كلية الطب، فسجلت كلية الطب كأول طلب، وقبلت أول طالب على أساس أن الاسم أمين بالألف أول طالب، ثم بعد ذلك قبلت ولله الحمد في المقابلة الشخصية، واستمريت ولله الحمد وتوفيق الله. بعد التخرج قررت أن أتخصص في الأطفال، بحكم أن معظم أو 50% تقريبا من مجتمعنا تقريبا في سن الأطفال، فأحببت الأطفال أصلا من صغري سبحانه. بداية كنت أتمنى أن أكون جراح، إلا أني غيرت اللحظة، في لحظة من اللحظات غيرت التخصص أن أكون أطفال. وبعد تخصصي في كندا بالأطفال إن شاء الله أني كنت أريد أن أتخصص في مجال الجهاز الهضمي للأطفال، إلا أنا مشيت الله أجين مرة ثانية، يريد الله أنه ما كان في قبول إلا بعد سنتين، فقررت كان أقرب شيء موجود الجينات، فصرت معه وتخصصت في الجينات الوراثية. والله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل ميسر لما خلق له، فالحمد لله على أني تخصصت في هذا المجال، بحكم أن بلادنا تحتاج هذا المجال بقوة، والآن المجتمعات الغربية والأوروبية وفي أمريكا وكندا توجه العالم كله الآن في الجينات، فحقيقة نعتبر بعيدين كل البعد الجينات في هذا البلد، ونحتاج أن نتطور كثير في هذا حتى ندرك السابقين منا في هذا المجال، وتكون دولة بلادنا في مصاف الدول المتطورة في الجينات الوراثية. وأعتقد المجال هذا أنه يعني أهم المجالات للمستقبل، وأعتقد ينبغي أن نعي أكثر الأطباء والعاملين في القطاع الصحي أن يتعرفوا على موضوع الوراثة وأمراض الوراثية، لأن فعلا التطور القادم كله في الوراثة سواء طبيا أو حتى في التكنولوجيا. أحب أضيف إضافة قبل أن أرجع على هذا السؤال، إجابة السؤال هذا، بالنسبة لمجال الوراثة كما نعرف أن الطب الوراثي يعني بكل العناية بكل الأمراض الوراثية، يعني أسر لديها أمراض وراثية، فبالتالي ممكن يتكرر هذا المرض في الأسرة، ونتيجة الزواج بالأقارب
الأمراض الوراثية تظهر أكثر مما لو تزوج الإنسان من امرأة أجنبية غير قريبة له. فالقرابة هي ليست سبب، إنما هي وجود الطفرة في الأسر. فبالقرابة أن اثنين يكون متزوج زوج بعض يحملون نفس الطفرة الوراثية الموجودة في الأسرة، فتؤدي إلى ظهور المرض بين الأطفال أو أنجالهم. ولذا إحنا يعني من هذا الباب المرض الوراثية وبحوثها نحتاج أن نجتهد أكثر وأكثر في تشخيص الأمراض، إلى جانب بعد ذلك تقنين هذا الأمر من ناحية الإنجاب، هل ننصح الأسرة بالإنجاب أم لا، أو طريقة الإنجاب كيف تكون. ممكن تكون باختيار جنين سليم عن طريق الأنابيب، يعني فحص الأنابيب أو الأجنة عن طريق فحصها. وإذا فحصنا هذه الأجنة مثلا 20 جنين في الأنابيب وجدنا منهم سليم، ثم يأخذ هذا الجنين ويوضع في رحم الأم وتحمل حمل طبيعي، وبالتالي نتجنب تكرار حدوث المرض. نعم بعض الأمراض الوراثية لا تشفى ولا تعالج إلا أن على الأقل نشخص المرض، بالتالي نقنن الأسرة وننصحهم نصائح بالنسبة للزواج، وخاصة أبناء للمستقبل. فبالتالي تكون التكرار وحدوث الأمراض يقل بإذن الله تعالى، وهذا ما هو معمول به في الدول المتقدمة. بالنسبة للإجابة الدروس، هي حقيقة دروس كثيرة، لكن من أهمها أن الله سبحانه وتعالى توفيق بإذن الله سبحانه وتعالى، مهما تعمل مهما تجتهد فالله الذي يوفق. فلذلك الإنسان يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله قبل كل شيء، فالله الذي يوفقه ويسر. أنا من جانب حقيقة تيسير الله لي عجيب، في كل أمور تسير، أخطط لشيء ويأتيني شيء آخر، أخطط لشيء ويأتيني شيء آخر في غالبية أموري. وهذا يعني ما أعرف قد يكون خاص بي أو بالآخرين، لكن أعتقد الإنسان يرضى بما يأتي له سواء في التخصص أو كذا. مجال الطب معروف أن العلوم أرقى العلوم هي العلوم الشرعية، ثم بعدها وأشرفها ثم بعدها الطب. فالطب مجال من أروع ما يمكن ومن أفضل ما يمكن، وأنا أنصح حقيقة الشباب المتميزين يعني بالتخصص في مجال الطب عموما أو مجالات التي تكون حول الطب، لأنها تحتاج الأمة أو بلادنا كلها تحتاج هذا المجال. إحنا عندنا قصور كبير. فمن الاستفادة اللي وجدتها أكثر هي في إيمان الإنسان، يرى قدرة الله في هذا الإنسان، مهما تبحث فيه تزداد إيمانا فيه، سبحان الله العظيم. يعني كل هذا الإنسان اللي تشوفه إنسان معقد تعقيد جدا تركيبه، لدرجة تقول كيف هذا يصير مع هذا وينتج هذا إلى آخر، شيء عظمة. بس تقفت أقول أشهد أن لا إله إلا الله، لأنه ما يمكن أحد يتصنع بهذا الشكل إلا الله خالقه، ما في أحد. فيزداد إيمان الإنسان بهذا الأمر، كل ما تقرأ كل ما تزداد بالعلم تزداد إيمانا. فمن أهم الأمور اللي وجدتها في حياتي هذا الأمر، يعطيك إيمانيات، وفوق ذلك أنك سبحان الله تخدم الإنسان، لما تخدم الإنسان سبحان الله يشفى المريض أو الطفل وكذا، تجد الدعاء من الوالدين لك، وهذه يعني نعمة من الله كبيرة. عندما تأتي دعوة من أب بعد شفاء والدي، وهذه والله ما نتمناها، من الأمور التي تتمناها. فتوجه بالنية في بداية الأمر من كلية الطب أن هذا وجعل من وجه الله، ما في شك أن الله بيعطيك كل شيء، سواء سمعة سواء مال سواء بيأتيك، لكن أجعل كل شيء لوجه الله سبحانه وتعالى. فإذا جعلت وجه الله يأتيك الباقي. فأهم الدروس هذا الأمر، من أهم الدروس هذا الأمر أن تتوجه بهذا العمل في كل الأعمال، ما هو بس في الطب، أيا كان أنت كنت، فأنت توجه بالنية الحسنة وارجو بها وجه الله ويأتيك الباقي. مرت دروس كثيرة، أحداث للأسر وكذا، معجزات ترى يعني شيء عجيب، يعني ما أستطيع أحصي لك الدروس كثيرة جدا، لكن قلت لك هذه من أهم الدروس التي وجدناها
يعني في الطب يعني. الحمد لله. الوالد رحمه الله يعني كان له أمنيات، ما في شك إنها ما هو تأثير يعني. الوالد رحمه الله كان يعني كان يتولى أمر دراستنا من صغرنا، كنا نتولى يعني كان يهتم بدراستنا حقيقة. فبعد ما وصلنا إلى مرحلة الثانوية أبدا كان الاختيار اختياري الشخصي، ما كان أحد يعني يدلنا يقول لنا والله دخل طب أو كذا، لا. لكن هو تيسير الله، ولا أنا كنت بكون طيار حربي، ثم بعد ذلك تمنيت أكون مهندس، وحصل في الأخير أصير طبيب. فهذا سبحان الله يعني من توفيق الله لنا. والله يعلم وين لو كنت في مكان آخر يمكن ما أدري وش يصير في حالي، لكن اختار الله لنا هذا الشيء. فوالله كان بدون دافع يعني من حولي من الأسرة أبدا. كان في أخ لي ما في شك أنه سبقني طبيب، فهو كان يعني نصح قال ليش ما تخش طب إذا قبلوك خلاص أمشي. فعلا كنت أخذت بهذه النصيحة وقدمت طب أول شيء، ومن هنا فتح الباب بعد الله سبحانه. أولا حقيقة الجيل الناشئ هذا أنا أحسده على شيء أو أغبطه، أن المعلومة عنده على أطراف أصابعه. يعني الطب الآن من أسهل ما يمكن مقارنة بالسابق، خاصة لنا إحنا كأطباء في الدول العربية أو في بلادنا كنا ما نعرف إنجليزي، فكنا ندرس الإنجليزي دراسة عجيبة 6 شهور دراسة يعني كلمة كلمة كنا ندرسها ونبحث عنها في نقرأ الكتاب ولا نعرف. أما الآن معلومة على طرف أصابع الجوال، تدخل على البحث على الكلمة عن الكلمة تأتيك في أقل من ثواني. فالطب الآن من أجسر ما شفت، من أسهل حتى في التعليم. يمكن قد أقول لك قد يعني أبالغ أنك ما تحتاج طبيب يدرسك كمعلومات، أما عمليا لا يختلف، لابد من مباشرة الإنسان للعمل أمام واحد طبيب محترف حتى يتعلم منه. قضية الشباب الآن كثير من الشباب يعزف عن الطب أو بعض منهم بسبب يمكن صعوبة، يروا أنه صعوبة وأنه مدة طويلة. نعم الطب معلومات كثيرة ولا تنتهي، والمعلومة قد تقرأها اليوم غدا تتغير، أقصد يعني بالبحوث وكذا تتغير المعلومة وتستحدث معلومة جديدة. فلذا يعني أنا أنصح الشباب أنه يعني يتجه إلى الطب، لأن المعلومات سهلة ويعني فيه خير كثير، خير من عملك للناس تقدمه، خير عظيم، دعوات تجيك من الناس فهذا مكسب عظيم جدا. إلى جانب المال، إذا رأيت إذا عملت وأبدعت أكيد الله المال بيجي بإذن الله تعالى. ما بشكل واحد لابد يسعى، استمرارية الطب مستمر الدراسة ما تنتهي إلى هذا العمر، وإحنا نقرأ ونطبق ونعيد معلوماتنا إلى هذا العمر بل وأكثر. فلذلك معلومات الطب ما تنتهي. الطب له طفرة كبيرة جاية الآن خلال هذه 5 أو 10 سنوات القادمة، هيتغير الطب بكل يعني بكل المعلومات تتغير بإذن الله. ليش؟ لأن التكنولوجيا سريعة جدا سريعة، فتغير معلومات كثيرة، حتى طريقة التعامل مع المرضى مع البحوث مع الفحوصات. يعني خلاص الآن ممكن بعد كذا ما تشوف الدكتور، أنت من بيتك وأنا في مكتبي، فقط المعلومات تأتي لي وأنت جالس في بيتك، تكنولوجيا. وبالتالي أقول لك إيش تحتاج وكذا وتأخذ إيش تأخذ. ففي تقدم سريع وتغير كبير حيصير في الطب. أنصح الأطباء الشباب الآن، لأن إحنا خلاص بدينا على نهاية حقبة يعني يمكن ما نقدر نكمل معهم لأن العمر، لكن يجي شباب يعني يتقدم ويصير في هذا الوقت يكون أشد أحسن منا على أساس التطور في المعلومة الطبية. لذا أنا أنصح الشباب المقتدرين اللي هم فعلا مهتمين ولهم يعني رغبة في الطب
أن يتقدم ويستمر في الطب ولا ييأس، لا ييأس. ترى الطب أحيانا مرت علينا أيام نبكي فيها، وأنا والله ما أبالغ أن قلت لو الواحد يستهجر ما يدخل طب، لأن عمل شاق ومسؤولية كبيرة. نحن نتحمل مسؤولية أرواح الناس بعد الله سبحانه وتعالى، وفيه أمانة، أمانة ما يعلم بها إلا الله. فإذا الإنسان ما يخاف الله فلا يدخل الطب، لأن فيها معلومات خطيرة ومعلومات مهمة جدا جدا. ولذلك نسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونسأل الله للشباب المتميزين الصالحين في كل المجالات أن يتقدموا فيه، حتى تكون بلادنا في مصاف الدول المتقدمة إن شاء الله. تألق في السماء فأنت ناجم، تألق واطلب المجد العليا، تألق أنت في العلياء نسر، تعيش مصافحا كف الثريا.